الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا وسهلا بحضراتكم، وتغطية خاصة وجديدة حول مستجدات الأحوال الجوية والطقس، واللي بيشهد تقلب سريع ما بين الأسبوع والآخر. وبالأمس شهدت عدد من المحافظات سيول بعد سقوط أمطار غزيرة لمدة أيام متواصلة، صاحبها أيضا انخفاض كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. ولكن اليوم بتعود درجات الحرارة للارتفاع مجددا على معظم الأنحاء، وبتنعدم فرص سقوط الأمطار. هيئة الأرصاد الجوية صرحت أن اعتبارا من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل سوف تشهد الأحوال الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بيصحب ذلك استمرار نشاط الشبورة على معظم الطرق في ساعات الصباح الباكر والمتأخرة من الليل. وقالت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن اعتبارا من اليوم هيكون الطقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وبيكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما بيظل باردا ليلا. وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد فإن الارتفاع المؤقت والذي تشهده البلاد اعتبارا من اليوم الخميس وبتستمر حتى الثلاثاء المقبل هيتراوح معدل ارتفاع درجات الحرارة على البلاد ما بين درجتين إلى 5 درجات مئوية على معظم الأنحاء. ولكن يبقى تحذير هيئة الأرصاد الجوية خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة من نشاط الشبورة المائية والمستمرة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد. وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة حتى الثلاثاء هتكون كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري بتتراوح ما بين 26 و 28 درجة، والسواحل الشمالية بتتراوح ما بين 24 ل 28 درجة. أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بتتراوح ما بين 28 و 30 درجة، وشمال الصعيد بتتراوح ما بين 25 و 32 درجة، أما جنوب الصعيد فبتتراوح ما بين 28 و 34 درجة. وقبل ما نختتم مع حضراتكم حابين نأكد على نصائح الإدارة العامة للمرور للسادة السائقين على الطرق والمحاور، وخاصة في أوقات الشبورة الكثيفة واللي مستمرة معانا خلال فترة الشتاء بسبب تعرض البلاد للأمطار ما بين الأسبوع والآخر. وهذه النصائح متمثلة في التالي: الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة وعدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة، عدم تخطي 60 كيلو في الساعة خلال الطقس السيء، والتركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال، وأيضا تشغيل المساحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية. أيضا نصحت السادة السائقين بإضاءة جميع أنوار السيارة الخلفية والأمامية وفتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة في انعدام الرؤية، وعدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية. وأخيرا تجنب الثقة الزائدة في القيادة وتخطي السرعات المقررة قانونيا. وبكده بصل مع حضراتكم إلى نهاية التغطية، بتأكيد بنتمنى لحضراتكم السلامة، وبشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.